زاني بمواد صقي مري أصحابي هذا ما هو ختام واللي قا شمس ترى ما هي تغي والله إن الليل يضيع الكلام وترك عيوني تجيب اللي تجي وترك عيوني تجيب اللي تجي لحظة اللي قاك لنا سلام بنت وهدى والفراق أصبح قريب بعد ما يطفي علينا الابتسام خيمت الأحزان بمواد صقي ندري إن غصني تالي انصرى غير جرح الحزن ما يلقى طبيب راحي وقت فيه جمعة والتمام كانت الخوة على عز وطيب كانت الخوة على عز وطيب بعد لحظة اللقاء قلنا سلام بنت وهدى والفراق أصبح قريب بعد ما يطفي علينا الابتسام خيمت الأحزان بمواد صحي كلها ترتيب وشروط نظام شيء مقدر ومكتوب نصيب يفتح الله لك مثل باب السلام كل خير وجعل ظنك ما يخيب كل خير وجعل ظنك ما يخيب بعد لحظة اللقاء قلنا سلام بنت وهدى والفراق أصبح قريب بعد ما يطفي علينا الابتسام خيمت الأحزان بمواد صحي بعد لحظة بنت وهدى والفراق أصبح قريب بعد ما يطفي علينا الابتسام خيمت الأحزان بمواد صقي مري أصحابي هذا ما هو ختام واللي قا شمس ترى ما خلت من ركا ركا انا باخذ معي مالك والله ان الليل يضيع الكلام يا ولد يا زين انا بس اسمع لك هذا كيف تقول كيف تقول كيف تقول كيف تقول امشي امشي طيب تلف 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 يعني انت بتجلس وجهه بتلحقني 90 يوم وانت تطلع وجهه كلكم طلعوا ما حد بجالس بعد ما يطفي علينا الابتسام خيمت الأحزان بمواد صقي ندري إن غصن تالي انصرى غير جرح الحزن اسمحوا لي أول صبحكم الله بالخير توين أتكلم تتكلمون أنتم جل عمرك طويل اولا في رساله من زمان انا خافيها يا سعد بن فيصل وانا ادري ان في اشخاص سعيد من زمان
يحاولون خروجي من هالبرنامج بعيدا عن المسابقين. حملوني خطا ما هو بلي في اول برايم خصموا علي 5000 طلعوني، وعرفت ان من بدايتها خطا مو خطاي وخصموا علي. عرفت ان سعد ما يبونه في البرنامج، وكملنا الاسبوع الجاي ورجعت برايم، وكملنا الاسبوع الجاي وخصموا علي 5000 طلعت برايم ورجعت. وجاء المره الثالثه وجابوا لي خطا، والله انا احلف بالله ان ما اخطيت فيه، حلفت بالله. وجاء قال انت اخطيت عليه، وقالوا انت اخطيت الخطا، وانا حتى لو اني اخطيت الخطا انا قاري لعبت بالاجهزه 500 نقطه، انا ببري ذمتي قبل اطلع بس 500 نقطه. جو عاد ما بيخص احد، اسمع احد انا احد، قرروا ب 10000 خصم. فعلا جاني خصم 10000، دريت ما يبغون وجود سعد البرنامج. جعل عمرك طويل، دريت ما يبغون سعد البرنامج. والحمد لله رضيت وصليت ركعتين، قلت اللهم يا ربي ربي اني مسني الضر وانت الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما جاء من الله. الله يمكن ارسل لي هالاشخاص اللي حاولوا خروج من برنامج كاتب لي رزق برا، لكن ابغى اقول لهم الله يسامحكم، لكن اذا انتم سعين في هالموضوع عشان ضايقكم ابد، قولوا يا سعد ترك ضايقتنا وابد مسامحكم انا، وسامحوني انتم بعد الاشخاص دول اللي حاولتوا ذا. لكن الحاب اللي اقول لهم هالرساله ذي، الدنيا والرزق ما يوقف على برنامج، ولنقف الباب من الرزق حراسه وقوف، فتحت بيبان الرزاق من كل اتجاه، الرزق ما يوقف على احد، الرزق عند الله سبحانه، وانا موكل امري لله سبحانه. والكلام عندكم لنا تعيدنا على اللي داره عند دارة مكسب لاخوانك المتواجدين هنا، صاحب الابتسامة الحلوة والروح الحلوة والصوت العذب. الله يرفع قدرك. والله العظيم انك فقيده مثل ما فقدنا مازن وهزاع ومبارك. كلام. لكن اسال الله العلي العظيم انه يجعلها باب خير لك وتوفيق وسعاده، وطالب من فريق دعمي فرق دعم الربع يوقفون مع سعد، لان سعد اخوه ورفيق. جعل عمرك طويل. نواف. ما عندي شيء انا. عارف بخاطرك، اسمح لي اتجاوز وباخذ من خاطرك بعدين. محمد. انا والله وانت ما بعد انتهت رحلتك، هذه بدايه رحلتك وانطلاقتك يا ابو فيصل، وانا والله تمنيت الشيله حقت الشيخه ما يشلها سلطان، لان صوته ما جاز لي، ودي انه يشلها انت الصدق. ابشر بس حياه، طلع على طول على الاستديو اسجل. وقلت جينا الاستديو وقال التوزيع ما التوزيع، والله ما ودي يشل شلتي الا انت، وجيتك انت بغير قصور في سلطان، لكن الوقت ضيق وشلها سلطان. ابشر بس. ولا والله يا صوت كانها مطمع، وراسك كانها مطمع، واخوتك كانها مطمع، وكل شيء فيك كانها مطمع. صح تجي خلافات، صح يجي ضيق، لكن والله سعد فيصل انت بالذات من غير قصور في الربع كلهم، والله يا كل التقدير والاحترام عند الربع. يمكن اجي عند رجال اقول ترى سعد بن فيصل رجال، ما حد تجي بيني وبينه خلافات انا يا محمد بن ملح، لكن والله لك غلا، لك تقدير في صدري ما هو عند الرجال كلهم. جزاك من غير قصور في تبشر بي برا برنامج مو بداخل بعد. والله يوفقك التوفيق الطيب. وياك ابو مسفر. طبعا اقول لك دائما انا اديك الله يا خال. واتشرف انكم خوالي. شرف. هذا الشيء الاول، الشيء الثاني البرنامج مو قاعدين فيه احد. حلو. بنطلع كلنا. اللي بيطلع برايمات واللي بينتهي البرنامج وبيطلع. صحيح. انت شفت وانا قلت انا عليك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن طلوعك في ذا الوقت خيرت لك من ربي. صحيح. اما انا وانت ما انا قاعد والله بنعم انت لاحق وطيب من اخوياك، وهم ان شاء الله كلهم طيبين تواجه انت وياه واخوتك هي المطمع. والحمد لله ان عرفناك في ذا البرنامج يا ابو هذا مكسب. يا رب طويل ابو مشعل. برنامج برنامج جعل عمرك طويل. الله يوفقك واحنا معك ما تقصروا وانا جاي من بعدك ابو مشعل ابو صقر. قول احنا كسبناك يا ابو فيصل اخو اول شيء. سلمت. والشيء الثاني انت ناجح والخير قدامك واسعد باذن الله برا البرنامج. الله يوفقك ويكتب لك الخير. الله يبارك. الله يوفقك يا ابو فيصل. تراك ناجح. وقدامك درب ان شاء الله انك قده وانت قده يا ابو فيصل. والله يوفقك التوفيق المبارك ان شاء الله. ترى انا معك سواء هنا ولا برا. من طيبكم الله يبارك. وانت لاحق باذن الله ما تعرف. باذن الله ان شاء الله بخير. ابو فلاح. سعد يقول الله يوفقك. سهل امرك. امين وياك. انت ما شاء الله عليك ناجح من قبل البرنامج. جعل امرك. عندك اعمال واجد.
أقول الله يوفقك، ما هي إلا بداية خير إن شاء الله، قدامك رزق إن شاء الله، والله يوفقك. آمين يا أبو طيب. آمين. جينا أنا وأنت في موتر واحد، وكنت أتمنى أن نرجع سوا، ومن أوائل الناس اللي عرفتهم أنت وفارس، وأنت عارف قدرك عندي، ما يحتاج. لكن أقول لك يا أبو فيصل، ما هي بنهاية الطريق، واللي يحتريك برا إن شاء الله أنا أفضل من داخل بإذن الله، لكن لا توقف، ما شاء الله حنجرة ذهبية يا أبو فيصل. وتدري إيش كثر أنا أشيد على صوتك، أنا ماني برامز في الإشادة، بس أنا حتى إلا صار عندي شيء ولا شيء ما ودي أعطيه الشخص اللي هو إلا يعني أنا معجبني صوته. فعسى الله يوفقك، والله إنك فقيدة، لكن عسى الله يوفقك، وحتى لو رحت تراك في صدورنا باقي. ما يحتاج الله يرفع قدرك ويذهنك. واجه بنشبه لأخويا كلهم إنك مكسب لنا جميع، هذه الأولى، والثانية هذه خطوة جديدة لك أنت شخصياً، وجعل ربي يوفقك إن شاء الله ويحسب حسابنا إحنا معك في أي شيء تبيه، وجعل ربي يطول عمرك وتراكم وعدم تجي شيلة وعمل قريب بإذن الله. أنا خشني أنت. طول عمرك. أنت والله لك جمايل مع أخوياك كلهم، لكن من أنا جمايل خاصة والله ما أنكرها، ما دمت حي وأنت تعرفها بيني بينك، ورايتك بيضة في البرنامج وبرا البرنامج، وهبشر بساعتك والله، إحنا أخوانك وشلت أخوه ما شاء الله أنت من طيبك ولا قصرون في الشباب، لكن عسى ربي سهل دربك ويفتح لك أبواب الرزق من واسع فضله، هذا اللي عندي بسلامة. جعل عمرك طويل أبو محمد. أبو شبيب بعد إذنك يا راكان. أبو شبيب داية لكن أعيد وأكرر، أنت أخو غالي ورفيق، أسأل الله رب العرش العظيم نجعلها فاتحة خير لك. آمين يا حبيب أخوك، وطالب فرق الدعم، توقف مع سعد مثل ما توقف مع محمد المتسابقين ذول اللي هنا، إحنا أخوانك هنا ولك أخوان برا. أي والله أخواني، وأبشر بسعدك وطموح جادك يا ودوحش. سعد ربي يحوك ويستر عليك وفقك. الأولى من الأولات أنت تسمع كلامي اليوم، أنا ربع ولا قلت اثنين بعد الله سبحانه وتعالى ما عليهم خوف، الشاعر والمنشد. الشاعر من قدامه يدخل قصيده يسمعونه الناس، وحتى لو ما دخل برامج، والبرامج بالعكس سلط عليه الأضواء. كذلك المنشد برا له أعمال، وإذا دخل واسمعوا له الناس أكثر، إذا طلع برا بيبدع إن شاء الله أكثر. أنت ما شاء الله صوتك تدري وش ما شاء الله، كثر محبتي لصوتك، حتى الشلة اللي أنا بديت الكلمات وأنا خلطت من ناحية شاركني معه، تشارك أنا وياه فيها، وقلت أبغيها بصوتك، محبتي صوت مع احترامي الباقي. لكن ما شاء الله صوتك له خامة خاصة، ومبدع مبدع، حضورك ما شاء الله متميز، وأنت طيب وراسك طيب، وكسبناك هنا إن شاء الله بنجتمع إحنا وياك برا، وجار ربي يوفقك يا رب. أبو أحمد. البرنامج إلا محطة من محطات حياتك، كانت إضافة لنا إحنا على الصعيد الشخصي وإضافة للبرنامج. أنا من المفاخر كوني مشارك في هذا البرنامج ومتسابق. الأولى معرفتك، والثانية إنه جمعنا عمل راح أكون فخور فيه طالما أنا على قيد الحياة. ما كان والله إنه ودنا ولا يهون علينا طلعتك، مطلع بشكل كافي، والأمانة محاور جيد ومستمع جيد، والله إني أنا على صعيد شخصي راح أفقد كثير من الحوارات الخاصة اللي أنت تدري اللي تحت الهواء وعلى الهواء، لكن أسأل الله لك التوفيق، ولعل الأمر هذا خير إن شاء الله في دينك وعاقبة أمرك. آمين. الله لا يهينك أبو أحمد، أسلم أبو معجب. آمين. وإلى نجاح إن شاء الله بإذن الله، أنت ناجح بإذن الله، ورجال طيب راس وساس بإذن الله، أنك ناجح وإلى الأمام. الله يهينك على كلامك ومعجب مبارك أبو فيصل. أسأل الله أن يوفقك، وهذه بداية رزق، فيه شاعر يقول ورزقي يجي لو كل حي حايله، رزقك بيجيك والله لو يقفون الناس من دونه. كلام. والشغله الثانيه، تذكر شاتي طال عمرك قلت لك انت منشد استديو، وانا ما ناسب الاستديو، حتى لو اروح استديو يطلع صوتي شين، لكن انت المستقبل ان شاء الله مزدهر قدامك، وهذه بدايه انطلاقه لك، عسى الله يوفقك. الله يرفع قدرك ابو مبارك رهين. الكلام واجد، لكن أنا بختصر وبقول أنا شف سمعت أصوات وسمعت طبقات من الأصوات من المنشدين، لكن والله العظيم يا طبقة صوتك أنا سمعتها في استديو، سمعتها هنا،
الصوت حرام انه يعني ينقطع عن اللي يبى الشيلات واللي يبى ينطرد. انا اقول ما عليك خوف ترى. انا بطلع بعد ان شاء الله ان طلعت ابقى قدامي وشعلل باذن الله. جعل امرك. والله يوفقك يا ابو فيصل. امين وياك. ابو بيت. انت عارف غلطك يا ابو فيصل ما يحتاج. لكن الله يوفقك ييسر امرك. وهذه بداية نجاح. الله ييسر امرك هذا اللي والله يجزي كلام عن وصفه يا ابو فيصل. جعل امرك طيب. اسلم ابو أسلم في مساعدك. أول ما أنا كان عندي أمسية أنا بكشفها قدام الجميع، كان أنا مزينها مع الشعراء مع المشهدين، وأنت اسمك والله يا أبو فيصل أنا من ضمن الرجال، حتى محمد بندر ما يقصرون فيه، وكم واحد من حطيت اسمه أنت بنتم قصة أنكم بدع عليهم، لكن والله يا صوت كانه مطمع. أنا يا صوت كانه مطمع، ولا حتى الأمسية وإنا كلمت أنا الإدارة قلت لهم أسبوع ذا الحين. ورفعت انا خطاب ولا ردوا علي، قالني الكليب قال ما يدري سو اعتراض ولا سو مدري شو يقول من ورقه لورقه، ونمسي لي عيط تخلص، ولا جونا عقب 45 يوم ولا 50 قالوا ايش قدمت؟ كيف ايش قدمت؟ انا راح ادفع واسوي واتخسر وازين واضبط فقرات، تجيني انت يا عبد الرحمن الكليب يا استاذ مشعل ما قصر مشعل، اعطيته الورقه قال بحجز لك البث وله اسبوع ما عاد رد علي، لا دحين ست ايام خمس ايام. والله والله نود اني اسوي لمسيه وانت معنا يا ابو فيصل. جعل عمرك طويل. والود ودي لو يخلونك اليوم لنخلص لمسيه، اقل شيء نجتمع معك ولمسيه وعقبه تطلع انا راضي كذا بيسمع انا بيسمع خاطري، لكن والله اللوحه ذي ما تحط ولا سويت لوحه ثانيه تحط اللوحه ذي وانت ما انت موجود، والله ما يتحط والله يا ابو فيصل انا ما تحط اني لك سر هذا الحين. لا والله ما تسمعي ما تحط، اسمع من غير قصور فيهم، انا اسمع علمك والصحيح ما تحط لوحه رجلها ما موجود غير قصور في الجميع، انت معي اسمع انا بسوي لوحه ثانيه، لكن ان كانوا بيردونك ثاني مره انا بسوي لوحه ثانيه، ولا هو طال عمرك تزيها من قدام الرجيد لها اسبوع جاهزه وانت تدري، وكلمتهم كلمت انس قال انس بتواصل معهم ولا قصر انس انا موجود، لكن الاداره ما جاوبت معنا، ولا جاء طال عمرك عقب 50 60 يوم قالوا ايش سويت؟ قدمت محمد بن ملحم جاي داخل برنامج ايش سويت؟ انا جاي اقدم ما اعطيتني فرصه، اعطيتني فرصه اقدم مره واحده 35 يوم ما اعطيتني اقدم، هذا غير صحيح، ريالتي وش؟ إذا يقوم وإذا يطيح وإذا يتكسر غير صحيح، أنت عطنا مجال نقدم يا الكليب، عطنا مجال يا محمد عيسى للتابعون، عطنا مجال تجيني تقول هذا ما عندك جمهور ما وقفت ما سويت، عطني مجال خلني أشارك مع الرجال خلني أدعم الرجال، تجيني تقول ترك ما سويت فعلت. أولا يا أبو ملحم، أولا يا أبو ملحم من طيبك يوم اخترتني ولك صورهم في باقي أخواني الله الله، يوم تقول اسمحوا لي فرصة أنا اليوم صديق سعد سعد لك كل يوم مو بس اليوم. والله اني خالف ابو فيصل 90 يوم ترى هي وانا ادرك فوق انك فوق الهقوة واكبر من الهقوة وانك طال عمرك في راسك طال عمرك اللي فيصل الرجل كل ابوه جعل عمرك طويل، وانا لكم برنامج سياسته 90 يوم يساعد له له لكم عمره كله، لكن يبغى اقوله بحصل الموضوع خلص كلامك ابو محب. طيب الربع صلى المحب ركان تبي تتكلم تكلم كعيون تجيب اللي تجيب خلوا ركان انا كيف تك لا تقول ليش. اسلم ابو سعود قال سالم والله يا ابو فيصل ان خروجك ان كسر ظهري انا ان انكسر ظهري طلوعك والله اني اقوله هنا صار لكن الله يوفقك يستر امرك والله ما عاد اقدر اسوي ابشر بسعادتك ابو سعود. بيني وبينك كلام يا ابو سعود ونقدهن يا والله الربع مهما الموضوع اللي قبل شوي تكلمت فيه اللي تسببوا عليه خروجي يرضيها بعد الله سبحانه
إني أطلع من هنا وأنا الحمد لله ما لحقت فيكم أي ذنب أو خطأ، ولا جاء بيني وبينكم أي شيء، ولا ظهرت بالصورة السيئة اللي تكررها الجمهور فيني. الحمد لله، والله إني أحمد الله سبحانه وتعالى إني كملت مسيرتي وأنا راضي الله سبحانه، ثم راضي المشاهد وراضي متسابقين ومجمل ربعي وشيباني وهلي. ما يحتاج هذا هو المكسب، والله يتني ما أخذ فارس النسخة في ذا اليوم، والله العظيم إنها المكسب، ولا الرزق متوكل بالله سبحانه. أبو فيصل ما جاء منك إلا الطيب، وأنت طيب راس وطيب ساس، جعل أماركم أطوار، وإذا في أحد خاطر علي شيء الرب سامحوني. تجعل لا لكم لكم مخطي علي. الله يقول أبو فيصل سامحك كله. الله يسامحكم، أنا اللي أبغى أقوله لكم. أنا ترى طالع بكون واحد من جمهوركم ترى كلكم. مو متسابق معكم، أنا واحد من جمهوركم ترى. الحمد لله هذا من طيب راسك. وتستاهلون اللي يدعمكم. وأنا لكم والله إني لكم كل يوم. بحساباتي بمالي وبحالي طلوعي تشجيع لكم ترى، وأنا اللي أشجعكم وأبشر بسعتكم. الله يبين وجهك يا رحمن. والله يوفقكم. آمين. ما ودي أطيل عليكم بالكلام، لكن إن شاء الله. إن الله يوفقكم إن شاء الله على خير. التعب عليكم أنتم. أنا ولا قدامي الطريق، الجمهور ينتظرني برا، ورزقي كاتب الله سبحانه. ولا تعب عليكم، قدامكم شهرين بإذن الله، بعد شهرين بنتلاقي وحنا البعض دوم، ونشوفكم إن شاء الله على خير. وسعود تعال بيك أنت والشباب كله، اللي بيطلع واللي بيقعد بنتواجه إن شاء الله، وكمل مسيرة معه ونحتفل إن شاء الله معه، وتناوس على نجم الجمهور ترى ما يحتاج حق مشروع لك. تعال ركان يا رب يحفظك يا رب يا سلام. هات يا اخي المشكله اني من غير على ما قال روح ندري ان غصني تالين صرا غير جرح الحزن والله اني من الاصوات اللي انطلب لها يعني جاء الامرك طويل تسمع خاصة صوتي خاصة هذه اللي دام على الصوت ابشر والله بالسعد برسل لكم كل يوم شيله بعد ابشر بالسعد يا والله يا مرحبا تعال ربي يحفظك يا ربي يسعدك لا والله ابشر بالسعد انا امسي ما تقعد على البرنامج لو تبيها برا اطلعت البرنامج نزل النقاط وناخذ النقاط ابشر والله بالنقاط ابشر والله بالنقاط والله مش هذا مثل الدنيا كلهم رايحين من النواحي والله العظيم مثل حياة الدنيا نضحك ونستانس والربحان اللي يطلع منها والقصور فيكم مثري الحمد لله ما لحق احد لا والله ما لحق وكان في احد لا والله ما سامح اللي في خاطري شيء وما يتكلم لا والله والله انا اقوله صادق امانه في خاطري علوم واجب عليك انت يا سعد فيصل لكن والله اني دمعتها كلها من غرام محبه والله في خاطري علوم واجب انا حمل على كتيب رايد عليك اصلا اصلا خليه يطقني قواطر رايد عليك يا رويدي لكن والله العظيم شوف شوف البرنامج لا كل من ضد من ثاني كل من ترى مع الثاني لكن والله اني شوف الناس للناس ركوب الله والله يوم طحت انا جيت اليوم طحت انت جيت كل بونا جينا البعض كل بونا مكمل البعض والله حتى اذا انس هذا الغلي تشوف تقول غلي صغير والله اذا رجعنا قلبه يصير شيء اخوي عطف لا بغيت شيء ناقصك شيء وقف معك في الاداره وقف معك في امور واجد والله يا ابو فيصل جاب طريقه انا كعزيز انا كاني ضايق عليك واجد رضيت وكسرت أنا اللوحة ورضيت شوي سمع خاطر عشان ما عاد أشوف وجهك في اللوحة عشان يرتاح خاطر والله أشرف سعد جعل المارك طوال اللي أبغى أقوله قبل وياك بعدي نجم جعل المارك طوال حفل تخرجي عليكم جعل المارك عادي حل محلك وأنشد محلك أبو فيصل أبغى المارك أطل لك المارك التامر يا أنت اللي أبغى جعل المارك والله أنكم مكسب لكن المستقبل مستقبل مستقبلك ورضي الباب كله كلام كلام تطلع الجمهور انا شفت انا واللي مثلك عارف الامور وهو بيشرح له جاء امرك رجعت جارك ابو سعود يا ربي يحفظك الله يوفقك قدامك ترى المسيره انا مفروض شيء يوقف فيه وهو هني لكمله وانا مندبوك ابشر والله بالسعد انت السعد الله يرفع قدرك وانا طلعت وانا واحد من جمهورك انت واخواني باقي السعد والله يبكي 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 والله
يضيع الكلام وترك عيوني تجيب اللي تجيب وترك عيوني تجيب ودارك الله يا ربنا الله يسر امرك الله يسر امرك الله يسر امرك اجمعكم على كل خير جعل امرك طول كينا طيب الله يحفظك الله يستر عليكم انا شياكم طيب صالحوني الربع خمس شيلات تحجزها ابشر على خشب تحتي وانا فوق احجم السعد كفو واللي يبي شيء من برا يا الربع تراني طلعت عشان اخدمكم وابشروا بالسعد خلاص قول السعد تبشر بالسعد ما واجهنا الله ما الله اللي في خاطر منك اخو انت عارفني عارف ما يحتاج امس والله ما اجهته لك كل يوم ترى اللي يقوله في وجهك كل يقوله في قفاك جعل امرك ان الله مطيبك امس يسر عليك وياكم الله يوفقكم ان شاء الله وياكم الله ما ادري من سلمت عليه جعل امرك طويل رزقنا ورزقك في السماء هلا كلا شوف ان شاء الله لا الحين بروح على طول مني للصياحي امين هوداناكم الله يا الربع اشوفكم ان شاء الله على خير الله ينفككم كلها ترتيب وشروط نظام شيل قدر ومكتوب نصيب يفتح الله لك مثل باب السلام كل خير وجعل ظنك ما